وانت شغال في شيت الاكسل، من المعروف ان الخلايا اللي بيكون فيها معادلات مجرد ما بتقف عليها فانت بتشوف صيغة المعادلة موجودة في الفورمولا بار. لكن انا اتفاجأت في اسئلة المتابعين ان في ناس محتاجة ان صيغة المعادلة دي تظهر لها موجودة جوه الشيت، يعني هنا بدل ما النتيجة تكون 2 او نتيجة المعادلة، لا، صيغة المعادلة دي هي اللي تظهر في الشيت. علشان تظهر صيغة المعادلة جوه شيت الاكسل، كل اللي انت هتعمله حاجة بسيطة جدا. هتروح هنا كده على التاب الخاص بفايل، هتنزل على الاوبشنز الاختيارات، هتروح على الادفانسد، هتنزل كده بالسكرول لحد ما توصل للاختيار اللي قدامك ده. الاختيار ده بيقولك ان انت تعرض المعادلات في الخلايا بدل ما تعرض النتائج بتاعتها. مفيش عليه علامة صح، هتحط عليه علامة صح وهتقول له اوكي. هتلاحظ ان كل الخلايا اللي موجود فيها معادلات بدأت انها تظهر لك صيغ المعادلات جوه الخلايا بدل ما تظهر لك القيم. ولو كتبت اي معادلة فهتلاحظ ان المعادلة بتتكتب بالشكل دوت، مش بتطلع لك النتيجة لكن بتطلع لك الصيغة بتاعتها. علشان ترجع لوضع الارقام تاني هتعمل عملية عكسية، يعني اللي انت عملته هترجع تعيده تاني. هتروح على فايل، هتروح على اوبشنز، على ادفانسد، نفس الاختيار اللي انت عملت عليه علامة صح المرة اللي فاتت هو اللي انت هترجع له تاني، بس المرة دي هتشيل علامة الصح وهتقول له اوكي. هتلاحظ ان النتائج ظهرت معاك وبدأت المعادلات هي اللي تظهر لك هنا في شريط المعادلات. لو عجبك الفيديو ياريت تدعمه بلايك، وما تنساش تشرفني بالاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفني، وفعل زرار الجرس للكل، هتوصلك كل الفيديوهات الجديدة. بشكركم جدا على المتابعة واشوفكم في فيديو جديد.